السلام عليكم ورحمة الله. سيكشن رقم 2 أونلاين. هنرجع نحل المسائل بتاعتنا تاني، مسائل الوراثة. نبدأ دلوقتي، هتجيب الكتاب بتاعك أو الكراسة اللي أنت بتكتب فيها وتمشي معايا واحدة واحدة. المحتويات اللي احنا ناخدها، أول حاجة الحالات الوسطية، الصفات مقتصرة على الجنس، جينات محورة وجينات مميتة وأليلات متعددة. أول حاجة هنبدأها الحالات الوسطية. الحالات الوسطية دي يعني بتدينا صفة وسط في النص، فبتبقى النسبة عندي 1:2:1. فيبقى عندي صفة في النص ما بين الصفة الأولى والصفة الثانية، هيبقى عندي صفة ايه؟ يعني بنسبة 2 50%، نسبة 25% ونسبة 25% ونسبة 50%. هنا الأمثلة اللي احنا هناخدها، أول حاجة في نبات حنك السبع، في الدجاج الأندلسي، في الأبقار بتاعة الشورتون. نيجي الأول كده تطبيق 35، تتبع النسب المندلية في صفة لون الأزهار في نبات حنك السبع. أول حاجة عندنا سلالة نقية حمراء، الابوين او البيرنس اللي انا هبدا بيهم اركابيتال، وعملت لها تزاوج مع نبات سلاله نقيه بيضاء ارسمول. نيجي دلوقتي للجاميتات، هنا هتتكون الجاميتات بتاعتي، هنا اركابيتال نزل منها واحده، وهنا ارسمول. الجيل الاول اللي هيطلع اركابيتال مع ارسمول، اركابيتال ارسمول، وده الشكل بتاعه لونه وردي، يبقى ده صفه وسطيه ما بين الصفتين. ده في الجيل الاول هيبقى 100% اركابيتال ارسمول. هاجي بعد كده اعمل سيلفينج، اللي هو يبقى دي الكروس عليها دايره دي، يبقى اسمها سيلفينج، مش هنكتبها تاني خلاص. السيلفينج هنا ان انا اخد الابناء و اخليهم اباء، اعمل لهم تزاوج مع بعضه تلقيح ذاتي. فالجامتات اللي هتتكون هنا هتبقى اركابيتال وارسمول واركابيتال ارسمول. اجي بعد كده الجيل الثاني، هيظهر عندي صفة الوسطية بنسبة 50% زي ما قلنا قبل كده. هنا اول حاجة اركابيتال مع اركابيتال، وبعد كده اخد الاركابيتال تاني مرة مع الارسمول، وبعد كده اخد الارسمول اركابيتال وارسمول ارسمول. فالشكل المظهري هنا هيبقى لونه احمر، واركابيتال ارسمول الهجين اللي تيرو زيجوت ده وردي، وده وردي وده ابيض. فهتبقى النسبة عندي بنسبة 1:2:2 وردي، 1 ابيض. يبقى دي النسبة المندلية بتاعتي. يبقى ده اول مثال بالنسبة لنا. تطبيق 36 في الدجاج الاندلسي، تتبع النسب الناتجة في وراثة لون الريش في الدجاج الاندلسي. الابوين عندي سلالة نقية سوداء بكابيتال مع تزاوج مع سلالة نقية بيضاء بسمول. الجامتات اللي هتتكون هنا بي كابيتال وبي سمول. الجيل الاول هيطلع عندي بي كابيتال بي سمول، يبقى ده هيطلع عندي ده مع ده هيديني بي كابيتال بي سمول، وده لونه ازرق، يبقى دي حاله وسطيه. هعمل بعد كده زي ما قلنا قبل كده السيلفينج، التلقيح الذاتي. التلقيح الذاتي يبقى هنجيب ذكور لون رشة ازرق مع اناث لون رشة ازرق، فهيديني الجامتات اللي هتتكون هنا واحدة بكابيتال واحدة بي سمول، واحدة بكابيتال واحدة بي سمول. ده سيلفينج، تلقيح ذاتي. الجيل بقى التاني هيطلع عندي بكابيتال مع بكابيتال، وبكابيتال مع بيك سمول، بكابيتال بسمول، وهنا بكابيتال بسمول، واخر حاجه بسمول. النسبه هنا عندي هتطلع ده شكل الاسود،
والاتنين دول ازرق ودي ابيض، فبرضو النسبة عندي هتطلع 1 إلى 2، 2 هنا الى 1، يبقى النسبة عندي 25%، 50%، 25%. يبقى دي المثال الثاني من الحالات الوسطية. تطبيق 37، تتبع الأشكال المظهرية والنسب الناتجة للون في ماشية الشورتون، نوع من الأبكار اسمه الشورتون. الآباء عندي ذكر أحمر أركابيتال أركابيتال مع الإناث أرسمول أرسمول. هيك نكون الجاميتات عندي، هاخد من دي واحدة أركابيتال ودي أرسمول. الجيل اللي هيطلع لي يبقى هاخد أركابيتال مع أرسمول، بتطلع أركابيتال أرسمول اللي هو لون جديد خالص اسمه لون الطوبي. اللون الطوبي ده في الجيل الأول، دي حالة وسطية زي ما قلنا قبل كده. هيبقى الأبناء آباء في الجيل الثاني. يبقى في الجيل الثاني هيطلع عندي الجاميتات شكلها عامل ازاي؟ أركابيتال وأرسمول وأركابيتال أرسمول. الجيل الثاني هيطلع عندي أركابيتال مع أركابيتال أركابيتال أركابيتال، وأركابيتال مع أرسمول أركابيتال أرسمول، وأرسمول مع أركابيتال أركابيتال أرسمول، وآخر حاجة أرسمول أرسمول الشكل المظهري عندي هيظهر 1 25% أحمر، أو 1 أحمر و2 طوبي و1 أبيض. يبقى كده النسبة عندي مظبوطة. يبقى دي الحالة اللي بنقول عليها الحالات الوسطية. ده كان آخر مثال في الحالات الوسطية. دلوقتي هنيجي نقول الصفات المقتصرة على الجنس. في المثال اللي عندي في فراشة أبي دقيق البرسيم، ده نوع من الفراشات. بيتميز بإيه بقى؟ إن كل الذكور في فراشة أبي دقيق البرسيمي بتبقى لونها أصفر، أما الإناث في منها أبيض وفي منها أصفر، لكن هنا الأبيض بيسود على الأصفر. يبقى نركز تاني في الحتة دي، مهمة جدا. إن عندي في فراشة أبي دقيق الذكور كل الشكل المظهري بتاعهم بيبقى لونه أصفر بس فقط، أما الإناث بيبقى لونهم يا إما أبيض يا إما أصفر، ولكن الأبيض بيسود على الأصفر، في سيادة ما بين الأبيض والأصفر. مهمة جدا الحتة دي. فأنا عندي أي ذكور تلاقيها بلام ذكر يبقى شكله أصفر، أيا كان التركيب الوراثي بتاعه، أيا كان التركيب. أما الإناث هنا الأبيض هيبقى دبليو كابيتال، والأصفر دبليو سمول. فلو وجدت الدبليو كابيتال مع الدبليو سمول يبقى هنا مين؟ لونه ايه؟ أبيض. ليه؟ لأن في سيادة تامة على من الأبيض على الأصفر. نيجي ناخد مثال في تطبيق 38، ما هي النسب الناتجة من الصفات المقتصرة على الجنس في فراشة أبي دقيق البرسيمي؟ الأبوين عندي اللون الأبيض دبليو كابيتال دبليو كابيتال، واللون الأصفر دبليو سمول دبليو سمول. احنا ما عندناش ذكور بيضة، معنى الكلام ده دي ايه؟ ان ده ماله؟ ان دي انثى. ده اول حاجة يعني نستنتجها من الكلام ده. وطبعا هنا مين؟ ده الذكر. نقول تاني الحتة دي، انا قلت ليه على ده انثى؟ ليه؟ لان انا ما عنديش ذكر ابيض، فمعنى ان ده انثى يبقى ده ذكر على طول، لان ده فيه تزاوج. الجاميتات اللي هتتكون عندي، اخد من دي دبليو كابيتال ودي دبليو سمول، ده التزاوج بتاعنا. في الجيل الاول، الجيل الاول عندي بقى هيطلع دبليو كابيتال دبليو سمول. الجيل الاول دبليو كابيتال دبليو سمول، طب ده اصفر ولا ابيض؟ عندك حالتين. الحالة الاولى ان ده ذكر، هتعرف الاول تشوفه ذكر ولا انثى. لو كان ذكر يبقى ده اصفر على طول، ملوش حل تاني،
ليه؟ لان احنا قلنا كل الذكور لونها اصفر. لو كان انثى يبقى ايه؟ يبقى ابيض. ليه ابيض؟ قلنا ابيض علشان انا عندي الدبليو كابيتال بتسود على الدبليو سمول، واللون الابيض بيسود على اللون الاصفر في الاناث. اجي بعد كده في الجيل الثاني هيبقى عندي حالتين زي ما قلنا برضو، يا اما ذكور يا اما اناث. الحاله الاولى ان لو هم ذكور طبعا التراكيب هتبقى واحده، دبليو كابيتال دبليو كابيتال، لما اعمل سيلفنجل ده دبليو كابيتال دبليو كابيتال، دبليو كابيتال دبليو سمول، دبليو كابيتال دبليو سمول، دبليو سمول دبليو سمول، وده برضو زيها في الاناث. طب لو كانت ذكور كل الاشكال المظهريه دي هتبقى لونها اصفر. ليه؟ قلنا عشان الذكور مفيش لون فيها غير الاصفر. طب لو كانت اناث دبليو كابيتال دبليو كابيتال هيبقى لونه ابيض، دبليو كابيتال دبليو سمول لونه ابيض، وده لونه ابيض. ليه؟ لان في سياده، ودبليو سمول دبليو سمول هيبقى لونه اصفر. يبقى النسبه هنا عندي 3 الى 1 سياده تامه، مفهومه دي؟ نيجي بعد كده المثال اللي احنا هناخده عن الجينات المحوره. الجينات المحوره يعني ايه؟ الاول محوره جينات بتتحكم في الصفة على حسب كميتها، على حسب المقدار بتاع الجينات المحورة بيبدأ يغير في الصفة أو الشكل المظهري. المثال اللي هناخده ده في التبقع باللون الأبيض في الفئران. أنا عندي الدبليو كابيتال دبليو كابيتال ده بيديك لون أبيض، الدبليو كابيتال دبليو سمول بيبقى لونه رمادي أو ملون مبقع بلون أبيض، والدبليو سمول دبليو سمول بيبقى لون ملون او رمادي بس. فكل ما زادت كميه الجينات المحوره زاد اللون الابيض التبقع، تمام؟ يبقى انا كل ما زاد عندي الدبليو كابيتال دي كل ما زاد التحور بتاعها، كل ما بيتجه الى اللون الابيض. يعني ايه الكلام ده؟ الاول عندنا التحور في محورة بكسرة ومحورة بكلة وعدم وجود تحور. ناخد أول حاجة في تطبيق 39، أوجد النسب والأشكال المظهرية الناتجة في صفة التبقع باللون الأبيض في الفئران. لو جينات محورة بكسرة يبقى هنا عندي في المثال دبليو كابيتال دبليو سمول مع تزاوج مع دبليو كابيتال دبليو سمول هيدينا هنا في الجاميتات دبليو كابيتال ودبليو سمول ودبليو كابيتال دبليو سمول. الجيل اللي هيطلع الناتج دبليو كابيتال دبليو كابيتال ده مع ده، ديك دبليو كابيتال دبليو كابيتال، وده مع ده دبليو كابيتال دبليو سمول ودبليو كابيتال دبليو سمول، واخر حاجه دبليو سمول دبليو سمول. فطلعت عند الصفه الاولى دبليو كابيتال دبليو كابيتال ابيض، دبليو كابيتال دبليو سمول ابيض، ودبليو كابيتال دبليو سمول ابيض، ودبليو سمول دبليو سمول ماله رمادي ملون. ليه قلت عليه ملون؟ لان هنا الجينات محوره بكسره، فكل ما زاد قلنا زي ما قلنا كل ما زاد التحوير كل ما زاد نسبه الابيض، اللون الابيض بتسود اكتر، فهنا نسبه التحور كبيره فهتدينا اللون الابيض، فهيبقى النسبه عندي هنا 3 الى 1. ده 3 ابيض الى 1 ملون، ده في الجينات مالها المحوره بكسره. نيجي في المثال اللي بعده بيقول لي ان الجينات محوره بقله قليله. الابوين برضو نفس الابوين دبليو كابيتال دبليو سمول ودبليو كابيتال دبليو سمول. هاجي اكون الجاميتات هنا، هنا دبليو كابيتال ودبليو سمول زي ما قلنا قبل كده، ودبليو كابيتال دبليو سمول. الجيل اللي هيطلع لي نفس التراكيب الوراثيه بتاعت الجيل اللي فات، دبليو كابيتال دبليو كابيتال دبليو كابيتال دبليو سمول دبليو كابيتال دبليو سمول دبليو سمول دبليو سمول، ولكن هنا نسبة التحور بتكون بقلة قليلة، فده هيبقى في النص، ولا هو رمادي ما فيهوش بقع ولا هو أبيض خالص، فهيظهر عندي لون رمادي بس مبقع، مبقع باللون الأبيض، وهنا اللون الابيض عادي وهنا اللون الملون عادي. يبقى ده في حاله المحوره، الجينات المحوره بقله.
المثال اللي بعد كده، لو ما كانش فيه جينات محورة خالص، لو ما كانش عندي جينات محورة، يبقى انا عندي الابوين برضو نفس الابوين، وهنا الجاميتات هي هي برضو ما اتغيرتش، وهيديني نفس التراكيب الوراثية، ولكن النسب هي اللي هتختلف. ليه النسب هتختلف؟ لان نسبة التحور مش موجودة، فيعتبر الدبليو كابيتال دبليو سمول شبيه للدبليو سمول دبليو سمول. ليه؟ هيديني هنا 3 ملون وواحد ابيض. ليه؟ لان هنا مفيش تحور، فهنا الدبليو كابيتال دبليو سمول الهيتيروزايجوت ده مش هيبقى فيه تحور، فهيديك ايه بقى؟ فهيبقى ملون او شكله رمادي زي الدبليو سمول دبليو سمول. بعد كده هناخد الجينات المميتة، دي هندرسها في الفئران الصفراء المثال بتاعها. يعني ايه جين مميت الاول؟ جين مميت انا عندي الاي كابيتال ده القليل، بقول عليه قليل او واي سمول، يبقى ده جين مميت. لو الاي كابيتال واي، اي كابيتال واي في حالة متماثلة متماثلين، ده بيموت بيسبب موت اللي هو الفرد او اللي حامل ليه. لكن لو كان في صورة خليطة اي كابيتال واي سمول في صورة خليطة، ده بيعيش عادي، والاسمول اسمول ده مش حامل الجين. يبقى انا عندي الاي كابيتال واي، اي كابيتال واي طول ما الجين المميت في حالة متماثلة، اي كابيتال واي اي كابيتال واي، الفرد اللي حامله بيموت، فطبعا انا ما بقدرش اعمل له تزاوج لانه ميت. لكن اي كابيتال واي في صورة خليطة هجين مع اسمول، ده بيعيش، ولما يعيش اقدر ان انا اعمل له تزاوج تاني. الجين المميت ده، نيجي ناخد المثال تطبيق العالم، ما هي النسب الناتجة في الفئران الصفراء للعالم سينوت. الابوين عندي فأر ذكر اصفر اللون الكابيتال واي، ومرتبط صفة جينات مميتة، جين مميت. الكابيتال واي اسمول ده بيدينا اللون الاصفر، والكابيتال واي اسمول برضو بيديني اللون الاصفر، انثى ذكر مع انثى. هاجي اكون الجاميتات اللي موجود عندي هنا، هيبقى في عندي كابيتال واي كابيتال اسمول وكابيتال واي اسمول. الجيل الاول هيطلع عندي ايه بقى؟ ده كابيتال واي مع كابيتال واي، اديك كابيتال واي كابيتال واي، ده في صوره مالها متماثله، كابيتال واي مع اسمول كابيتال واي اسمول، كابيتال واي مع اسمول كابيتال واي اسمول، اخر حاجه اسمول 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 اسمول، ده بصوره متماثله متنحيه. فالشكل المظهري اللي هيظهر عندي ان ده هيموت مش هيعيش، اما الكابيتال واي اسمول هيظهر باللون الاصفر، والكابيتال واي اسمول هتظهر باللون الاصفر، واسمول اسمول ده غير اصفر، تمام؟ فالنسبة هنا كده عندي كانت الاول 3 الى 1 لو احنا ده ما ماتش، لكن دلوقتي لما ده 0 وده 2 اصفر و1 غير اصفر، يبقى النسبة عندي بدل ما كانت 3 الى 1 بقت 2 الى 1، اللي احنا بنقول عليه الجين المميت. ليه مميت؟ عشان في صوره متماثله. هتقول لي طب انا لو خدت ده جوزته مع بعضه، طبعا هو سؤال غلط. ليه؟ لان ده ما بيعيش اصلا عشان اعمل له تزاوج مع حاجه تانيه، يبقى هو دايما موجود في صوره هيتيروزايجوت، لو هو عايش يبقى في صوره هجين فقط، تمام؟ اجي بعد كده لو كان غير اصفر اسمول اسمول مع اصفر اللون كابيتال واي اسمول، الجاميتات عندي اسمول هنا وكابيتال واي اسمول، الجيل الاول هيظهر عندي كابيتال واي
مع سمول كابيتال واي سمول وسمول سمول مع سمول سمول. فده هيديني غير اصفر وده هيديني ماله اصفر، هيعيش عادي، ده هيعيش وده هيعيش. ليه؟ لانه مش موجود في صوره متماثله. فالنسبه هنا هتطلع عندي كام؟ 1 إلى 1. لو مثلا عندي برضو مثال بعده غير اصفر مع اصفر، سمول سمول مع سمول سمول، هيديني الجامدات بتاعتي سمول والتركيب بتاعي او الجين اللي هيطلع سمول سمول اللي هو غير اصفر وهيعيش برضو. نيجي بعد كده على الاليلات المتعدده. الاليل المتعدد هناخده في مثالين، في شكل الجناح في ذبابه الدروسوفلا ولون الفئراء في الارانب، لون الفرو بتاع الارانب. شكل الجناح في ذبابه الدروسوفلا، ذبابه الدروسوفلا دي اللي بيقولوا عليها ذبابه الفاكهه. الاول ناخد بتاعه الدروسوفلا. الاشكال المظهريه للجناح في الدروسوفلا في عندي 3 أشكال مظهريه، الشكل العادي او البري او الطويل اللي هو الطبيعي اللي احنا بنقول عليه البري بيبقى دبليو بلس بلس، ده بيبقى الجناح زي ما انتم شايفين كده بيبقى له شكله طويل. اما الجناح المختزل، يعني ايه مختزل؟ يعني قصير قصير، بيبقى في جي في جي، ده شكل المختزل بتاعه. وفي النوع الثالث او الشكل الثالث، شكل المظهر الثالث في جي اي في جي اي، ده بيبقى ماله؟ مختزل وملتوي، اتنين بيبقى الجناح قصير وملتوي لفوق. يبقى دي الاشكال المظهريه بتاعتي. مهمني معلومه قوي كويسه ان انا اعرف ان الدبليو الجناح البري سائد على المختزل والمختزل الملتوي. هنا في حاله سياده ما بين الجناح البري اللي هو الطويل وما بين المختزل والمختزل الملتوي. يبقى الجناح البري سائد على المختزل والمختزل الملتوي. طيب والجناح المختزل، الجناح والجناح المختزل والجناح المختزل الملتوي مفيش سيادة ما بينهم، يعني مفيش سيادة ما بين الاتنين دول، بتطلع لي صفة وسطية ما بينهم. يبقى عندي الجناح العادي او البري بيبقى سائد على المختزل والمختزل الملتوي، اما الجناح المختزل والمختزل الملتوي ما بينهم انعدام سياده، بتظهر صفه وسطيه في النص. يبقى ما بين الاثنين دول هنقول انعدام سياده. نيجي ناخد المثال الاول، تطبيق 41، اوجد الاشكال المظهريه والنسب في الاليلات المتعدده في ذبابه الدروسوفلا عند تلقيح الابوين بتوعي. لو كان عادي الجناح بري بلس بلس ومختزل الجناح قصير في جي في جي، الجامدات اللي عندي هتتكون، هاخد من دي واحده بلس ودي في جي. بعد كده الجيل اللي هيطلع لي بلس مع في جي هيبقى بلس في جي اللي هو ذباب ماله طويل الجناح، لان سياده في سياده. طب لو الجامدات بقى عملنا السيلفنج، يبقى انا عندي الجامدات الثانيه بلس في جي بلس في جي، الجيل اللي هيطلع لي بلس مع بلس 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 وبلس مع في جي بلس في جي وبلس مع في جي بلس في جي واخر حاجه في جي في جي. الشكل المظهر اللي هيظهر ده بري طويل وده بري، ليه؟ لان في سياده، وهنا برضو بري، اخر حاجه ده ماله؟ مختزل. يبقى النسبه عندي 3 إلى 1، 3 بري طويل الجناح الى 1 مختزل الجناح، ده في الجيل الثاني. ناخد المثال الثاني من الدروسوفلا. لو كان ذباب طويل الجناح مع مختزل الجناح وملتوي، لو قلنا طويل الجناح بيبقى في حالة سيادة على مختزل الجناح الملتوي، يبقى انا عندي ده بلس بلس وفي جي اي في جي اي،
الجامدات اللي عندي هنا بلس وفي جي اي، الجيل اللي هيطلع لي بلس وفي جي اي بلس في جي اي هيطلع ماله؟ ذباب طويل الجناح عشان في حاله سياده تامه. لما نيجي نعمل برضو سيلفينج، الجامدات هتتكون عندي هنا بلس في جي اي بلس في جي اي، يبقى ده تلقيح ذاتي اهو. التراكيب اللي هتطلع لي في الجيل الثاني بلس 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 باري وبلس في جي اي وبلس في جي اي واخر حاجه في جي اي في جي اي، ده مختزل ملتوي. برضو النسبه هتطلع عندي كام عشان سياده تامه؟ هتطلع النسبه عندي 3 إلى 1. يبقى النسبه هنا عندي 3 بري طويل الى 1 مختزل وملتوي. المثال اللي بعده تطبيق 42، ما هو الناتج من اجراء تلقيح بين ذبابتين احدهما مختزل في جي اي في جي اي في جي في جي والاخرى مختزله الجناح في جي اي في جي اي؟ الابوين عندي اهو، المختزل الجناح ومختزل الملتوي. الجامدات اللي هتتكون عندي هنا الفي جي اي الفي جي والفي جي اي، الجيل اللي هيطلع لي هيبقى ماله؟ هيبقى في جي في جي اي. طبعا قلنا مفيش سياده ما بين دول الاثنين دول، فهتطلع صفه وسطيه ما بين الصفتين. هعمل سيلفينج ما بين الاثنين، الجامدات اللي هتتكون عندي في جي في جي اي مع في جي في جي اي، هنا تلقيح ذاتي. الجيل الثاني هيظهر عندي الصفات دي في جي في جي، ده مواله ملتوي، و في جي في جي اي وسط، وفي جي في جي اي وسط، ومختزل الملتوي في جي اي في جي اي. النسبة هتطلع عندي هنا 1 إلى 2 إلى 1، انعدام سيادة. النوع الثاني من الأمثلة على الآليات المتعددة اللي هو الأرانب. في عندي 4 تراكيب وراثية وأشكال مظهرية مختلفة من الأرانب. السي كابيتال ده البري أو الرمادي أو الملون، والسي كابيتال سي اتش ده الشنشلة وبيبقى شكله كده، والسي كابيتال اتش الهيمالايا، والسي كابيتال اي الألباينو اللي هو بالشكل ده. هنا اول حاجه لازم اعرفها واتاكد، يعني دي من الحاجات المهمه لازم تعرفها كويس جدا عشان المسائل تبقى بالنسبه لك سهله، ان احنا عندنا السي كابيتال سائده على او البري ده سائد على الشنشلة والهيمالايا والالباينو، سائد على الثلاثه، والشنشلة سائده على الهيمالايا والالباينو والهيمالايا سائده على الالباينو. اقول تاني، الرمادي الشكل المظهري الرمادي السي كابيتال سائد على الشنشلة والهيمالايا والألباينو، في هنا حالة سيادة، والشنشلة سائد على الهيمالايا والألباينو، والهيمالايا سائدة على الألباينو. مفهومة دي؟ خلاص. ناخد أول مثال في تطبيق 2 43، إيه اللون الفقراء الناتج من القوارض عند إجراء الآتي؟ الآباء كان عندي الالباينو سي كابيتال اي سي كابيتال اي مع سي كابيتال سي كابيتال ده البري. الجامدات اللي هتتكون هنا عندي سي كابيتال اي وسي كابيتال اي، يبقى هنا في تزاوج. الجيل الاول اللي هيطلع عندي سي كابيتال سي كابيتال اي، شكله ايه المظهري؟ لونه البري او الرمادي. ليه بري او رمادي؟ علشان في سياده تامه، البري سائد على الالباينو. اعمل دلوقتي سيلفينج تلقيح ذاتي، الجامدات اللي هتتكون هنا بعد ما الابناء يبقوا اباء هنا سي كابيتال سي كابيتال اي سي كابيتال سي كابيتال اي. الجيل الثاني هيطلع عندي الشكل المظهري بتاعه
سي كابيتال مع سي كابيتال اي كابيتال سي كابيتال سي كابيتال سي كابيتال سي كابيتال سي كابيتال اي وده سي كابيتال سي كابيتال اي اخر حاجه سي كابيتال اي سي كابيتال اي ده 3 بري هيبقى في 3 بري الى واحد ماله الباينو يبقى هنا في سياده تامه. المثال اللي بعد كده عند تلقيح بين هيمالايا وملون البري ده سي كابيتال اتش سي كابيتال اتش هيمالايا وسي كابيتال سي كابيتال بري او الرمادي. الجامدات اللي هتتكون هنا سي كابيتال اتش وسي كابيتال اتش. الجيل الاول هيطلع عندي سي كابيتال سي كابيتال اتش اللي هو الايه البري عشان في سياده تامه البري بيسود على الهيمالايا. الجيل الثاني لما اعمل دلوقتي سيلفينج تلقيح ذاتي الجامدات اللي هتتكون عندي سي كابيتال سي كابيتال اتش سي كابيتال سي كابيتال اتش. الاشكال المظهريه والتراكيب اللي هتطلع سي كابيتال مع سي كابيتال سي كابيتال سي كابيتال سي كابيتال سي كابيتال سي كابيتال اتش سي كابيتال سي كابيتال اتش واخر حاجه سي كابيتال اتش سي كابيتال اتش. يبقى انا عندي هنا في 3 بري واحد هيمالايا واحد هيمالايا. المثال اللي بعد كده عند التلقيح بين هيمالايا مع البينو ظهر الاتي. انا عندي الهيمالايا سي كابيتال اتش سي كابيتال اتش والالباينو سي كابيتال اي سي كابيتال اي. انا عندي الهيمالايا بتسود على الالباينو الهيمالايا بتسود على الالباينو. الجيل الاول هيطلع عندي سي كابيتال اتش سي كابيتال اي ده ماله هيمالايا عشان في سياده تامه. الجامدات اللي هتكون تاني من السيلفينج التلقيح التاني هاخد منهم ذكور لونها هيمالايا واخد منها اناث هيمالايا واعمل لهم تزاوج مع بعضه فيطلع عندي الجامدات هنا سي كابيتال اتش سي كابيتال اي سي كابيتال اتش سي كابيتال اي. الجيل التاني هيظهر عندي في سي كابيتال اتش مع سي كابيتال اتش سي كابيتال اتش سي كابيتال اتش سي كابيتال اتش سي كابيتال اي وسي كابيتال اتش سي كابيتال اي وسي كابيتال اي سي كابيتال اي ده الباينو ودول الثلاثه دول هيمالايا. يبقى النسبه عندي برضو 3 هيمالايا الى 1 الباينو. دلوقتي نعتبر احنا خلصنا كده السكشن بتاعنا ومستني منكم الاسئله على الكلاس روم. قبل ما نروح للكلاس روم في تطبيق 46 هتكتبوه تحلوه في الكتاب معاكم وان شاء الله هنشوفه لما نرجع. شكرا.